الطيور ما تكون لنا صاحب فين وزمان غايب نسأل عليه واجد فين وزمان غايب نسأل عليه واجب وكان العشم أكبر أرى كان العشم أكبر كان العشم أكبر ألا كان العشم أكبر ما تقول ما تقول ما تكون لنا صاحب فين بزمان غايب نسأل عليه واجب فين بزمان غايب نسأل عليه واجب وكان العشم أكبر ألا كان العشم أكبر كان العشم أكبر ألا كان العشم أكبر ما بحترت سروي خبيت في صدري أنا ما بحترت سروي خبيت في صدري أهواك وما تدري أصل الغلط أصل الغلط أصل الغلط مني ما بحترت سروي خبيت في صدري أنا ما بحترت سروي خبيت في صدري أهواك وما تدري أصل الغلب أصل الغلب أصل الغلب مني وما تقول ما تقول ما تكون لنا صاحب فين وزمان غايب نسأل عليه واجب فين وزمان غايب نسأل عليه واجب كان العشم أكبر ألا كان العشم أكبر كان العشم أكبر ألا كان العشم أكبر الحنو عزالي بكو على حالي دول حنو عزالي بكو على حالي سر الهوى غالي عذابه 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 كان أكبر دول حنو عزالي بكو على حالي دول حنو عزالي بكو على حالي سر الهوى غالي وعذابه عذابه عذابه كان أكبر وما تقول ما تقول ما تقول لنا صاحب فين وزمان غايب نسأل عليه واجب فين وزمان غايب نسأل عليه واجب كان العشم أكبر ألا كان العشم أكبر كان العشم أكبر ألا كان العشم أكبر وانت كده تعمل لا لا انا كده اتحمل وانت كده تعمل في الصحبة ما تسأل اوبا اوبا
أنا كده أتحمل ده كده تعمل أنا كده أتحمل ده كده تعمل في الصحبة ما تسأل غلطان في ظني وما تقول ما تقول بدخل لنا صاحب فين في زمان غايب نسأل عليه وايب فين وزمان غايب نسأل عليه وايب وكان العشم أكبر هلا كان العشم أكبر كان العشم أكبر هلا كان العشم أكبر.